أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج التحدي الأعمق. صعوبات وتحديات كتير يواجهها أصدقائنا من زاوية الرضا، لكنهم بقوة عزيمتهم وإرادتهم وإصرارهم بيقدروا يتخطوها. قوة إرادتهم وعزيمتهم بيتحدوا الواقع. صديقتنا الجميلة أحد ضحايا شلل الأطفال، وأكبر تحدي بالنسبة لها وجود سريرهم وأماكن غير مجهزة بيها، لكنها صديقتنا الجميلة على قدر كبير من قوة الذكاء وقوة الإرادة، تعتمد على نفسها اعتماد كلي في صعود ونزول السلم. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مواجهة كل التحديات كل الصعوبات بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. أصدقائنا من ذوي الإرادة